ومعنا لمزيد من التفاصيل أيضا اللواء عبد ربه الشدادي من مأرب. مرحبا بك حضرة اللواء. مرحبا، اهلا وسهلا، تفضلوا. يتساءل كثير عن سر صمود محافظة مأرب في وجه هذه الميليشيا وهذه المحاولات المستميتة لاجتياح مأرب، ماذا تقول عن هذا الصمود في المحافظة؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاتصال. وصمود أهل مأرب ليس فيه سرا، فهي عادتهم الوقوف في مثل هذه المواقف المشرفة، إضافة إلى أن مأرب ليست وحدها ضد الحوثي، فالشعب اليمني كله حول أهل مأرب وحول قبائل مأرب. وأؤكد لكم بأن أهل مأرب لا يقاتلون وحدهم، وأن الشعب اليمني ملتف حولهم، وإن شاء الله سوف يكسروا شوكة هذه الفئة الضالة الذي لا ترى إلا مصلحتها العمياء. نعم، هل تعتقد بأن هذه المعارك ستطول حضرة اللواء؟ بالتأكيد، أنا أظن أنه المعارك ستطول، ولكن إن شاء الله سوف يكون الحسم لصالح الشرعية ولصالح الجمهورية اليمنية. نعم، وما هي الجبهات الأكثر اشتعالا اليوم في مأرب؟ صف لنا ما يحدث في الميدان. الحقيقة المعارك هي دائرة، سواء في منطقة الجدعان والجبهة الجديدة اليوم في منطقة اسمها الضيق، أو منطقة جوار الجدعان أيضا، وإضافة إلى جبهة صرواح، فهي مستمرة في المعارك دائرة مع تفاوت الضراوة فيها، لأن المقاتلين الأبطال اليوم صدوا هجوم يعني كان يعني مباغت من جهة الضيق، والحمد لله الأمور على ما يرام. نعم، هل هناك تواصل بينكم وبين القيادة السياسية للبلاد؟ بالتأكيد هناك تواصل بيننا وبين الأخ الرئيس، وبيننا وبين الأخ نائب الرئيس ورئيس الوزراء، وكذلك بين رئيس الأركان، ومتواصلين. نعم، هل كانت لكم مطالب طرحت عليهم، أو يعني دعم معين تم طلبه من القيادة؟ والله القيادة هي قيادة الجمهورية اليمنية، وهم بالتأكيد يعرفوا ماذا يعني الحرب، ويعرفوا المطالب بدون أن نطلب منهم. ومعروف الحرب ماذا يريد، وهم مستعدين، والحمد لله الأمور على ما يرام. في هناك دعم، وفي هناك يعني أيضا تنسيق، والأمور إن شاء الله يعني إلى الأفضل. نعم، أنت بحكم كونك قائد المنطقة الثالثة وموجود في الميدان، ما هي الرسالة التي تود أن توصلها للمقاومة في الميدان في مأرب وفي غير مأرب؟ والله أنا أرسل للمقاومة في الميدان يعني أرسل لهم رسالة شكر وتقدير وعرفان باسم القوات المسلحة وباسم القيادة السياسية. نشد على أيديهم وننصحهم بالصمود، وننصحهم أيضا محاولة كسر العدو المتغلغل، العدو الذي حاول يعني أن يقهر الشعب اليمني. وأعتقد أن الشعب اليمني أكبر من هذا التحدي، وسينتصر في النهاية بإذن الله على هذه الشرذمة. نعم، اللواء عبد ربه الشدادي قائد المنطقة الثالثة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.